كله بيفهم كرة قدم صغير ولا كبير. راح نكون مع أبرز الحالات التحكيمية على المرافقة لهذه المباراة القمة الحقيقة. عيسى، أول حالة تدخل عنيف من حسين القحطاني على سلمان فرش بالدقيقة 22، هل كان يستحق الطرد أو على الأقل يعني بطاقة صفراء؟ لا، ما الطرد لا أبدا، يعني هو واضح جدا أنه حتى قدم اللاعب الى الكوره. طيب انت؟ انا اعتقد ممكن يستحق صفراء بس طرد لا. طرد لا. طيب الحاله الثانيه، تدخل البليهي على ياغو سانتوس داخل منطقه الجزاء في الدقيقه 41، هل كان يستحق الشباب ضربه جزاء؟ معك كفاح. ما اعتقد. نعم، فيها شبهه لانه شوف يعني تداخل بين اللاعبين وبعيد عن الكره في الاساس. الهلالي عيسى الجوكم، هي ما في عادة في الكرات الثابتة والركنية تحدث ما بين المهاجم والمدافع، ولكن أنا من وجهة نظري أيضا على البليهي أن يحذر في المرات القادمة لأن بعض الحكام ممكن يحتسبها. طيب الحالة الثالثة، طرد انداي، هل يستحق الطرد أم كان تدخل غير مقصود عيسى؟ لا يستحق الطرد لأنه هو على 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 واضحة بكرة، واضحة. عم نسألك نحن عم نسألك نسألك قول يا أنا أقول فيه شك، يعني فيها كان شك. ممكن تكون غير مقصودة، ممكن غير مقصودة. نعم. طيب الحالة الرابعة، هدف ماريجا الثاني والخامس للهلال بالدقيقة 81، هل كان يجب إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على ماريجا يا عيسى؟ لا أبدا أبدا، موقف صار ما يعني ولا حتى في شك أنه تسلل، كرة عادية جدا والاستلام عادي والتنفيذ. نعم. عادي. كفاح، اعتقد نفس الشيء، هدف سليم، صاروخ ارض جو. نعم، مركز وين الصاروخ بالاول. الحالة الأخيرة بداية 89، تدخل عنيف باولينو على سالم الدوسري، هل كان يستحق الحمراء كفاح؟ والله فيها يعني لأنه دخول على الرجل بالإمكان، ولكن يعني ممكن كارت أصفر على أقل تقدير. وعيسى، للشفاء لأنه يعني لامس الكرة في البداية، يعني قبل أنه يلمس قدم سالم كان هناك لمس إلى الكرة، وبالتالي نعتقد أنه الحكم تجاوز عن أنه طرد عملية الكرت الأحمر. وين لمس الكرة؟ ماني شايفه لمس الكرة في البداية. وين؟ أي بداية؟ هاي عم أرجيك إياها 50 مرة، عيدوا له إياها يا شباب، ضبط النظارة مزبوط، حطوا له إياها، شفتها؟ أيوة، لف انزل اطلع. وين؟ ما انت هلالي بعد. وين شفته؟ لا لا شفته؟ لا. شو طلع معك؟ هلا لا 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 لا، دخول عنيف. لا والله هلا شفته دخول عنيف والله. لا لا لا، اذا ما انكسر ما نعم. لازم يروح على المستشفى. لا لا لا. شو يسوي؟ انا كفاح قلت انه هو قدم اللاعب نادي الشباب في البدايه لامس الكره، ما لمس ثم الرجل، وبالتالي نعم الان مع الـ مع الـ مع الاعاده. لا طيب ماشي، يستحق من وجهه نظري يستحق. طيب شو كنت عم تتفرج لكان قبل البرنامج؟